بتزرع تون. الشطوطة. ها، مفيش يبقى تو هنا يا يا غلط. جماعة هنلخص اللي أنا قلته عشان الناس اللي مش موجودين معانا. الأفعال اللي بيجي بعدها الـ ING أو infinitive without to، أو الفعل في المصدر بس من غير to. لو أنا قلت she heard people، لو أنا قلت she heard people shouting، يبقى أنا قلت إيه؟ يبقى أنا سمعت الموقف ده بس. أنا تركيزي على الإيه؟ تركيزي أنا سمعت الحتة دي بس، ما سمعتش الحاجة من أولها لنهايتها. لكن أنا لو قلت I heard someone shout، يبقى أنا كده معناها إن أنا I heard the whole event، يبقى أنا سمعت الموقف كله من بدايته لنهايته، يبقى أنا سمعت كل تمام. حاجة من الأول للإيه؟ للآخر. للآخر. لكن لو أنا قلت، يبقى إذا في فرق بين heard shouting و heard shout. heard shouting يبقى أنا سمعت الحتة دي بس، لكن لو قلت I heard someone shout، يبقى أنا سمعت من أول ما كان بيشاوت من البداية للإيه؟ للنهاية. أوكي؟ طيب عندي دلوقتي الجملة الثانية، a police officer saw him running، ضابط البوليس شافه وهو بيجري. يبقى هو شافه وهو بيجري بس، يعني ما شافوش من أول ما هرب مثلا لحد ما وصل، لا هو بس التأكيد بيكون على الموقف ده بس، الجري بس. لكن أنا لو قلت إيميلي سو فيليب ران أوت أوف ساندراز أوفيس، إيميلي شافت فيليب وهو بيهرب من المكتب أو بي بي أو مثلا ران أوت خارج من مكتب من ساندرز اوفيس، تبقى هي شافت الموقف كله من البدايه للايه؟ للنهايه. اوكي؟ معايا؟ معاك يا مستر، تسنيم معانا ولا طلعت تاني؟ أنا معاك يا مستر. طيب قولي لي بقى كده يا تسنيم، ايه كده ممكن تقولي لي الحته دي كده؟ طب هبدا بحنين. ماشي، يبقى ايه الفرق ما بين الفعل لما يجي بعديه اي ان جي او المصدر من غير تو يا حنين؟ لما بيبقى المصدر من غير تو بيبقى سمع الحوار كله من أوله لأخره. بالظبط. لما بيبقى اي ان جي بيبقى سمع جزء منه، يعني ما سمعهوش كله. تمام. طيب اديني مثال كده. انا برضه مش I watch my sister. I watch my sister painting the living room. يبقى انا كده شفت الجزء ده بس، انما لو قلت، طب هديكم مثال بس هبدأ بتسنيم. لو قلت يا تسنيم I heard Maryam sing a song، ايه الفرق ما بين I heard Maryam sing a song and I heard Maryam singing a song؟ مريم اللي فيها اي ان جي ديت، هي سمعت جزء صح كده؟ يبقى هي كده I heard Maryam singing a song، يبقى معناها ان انا I heard a part of the song، يبقى انا سمعت جزء من الايه؟ من الاغنية. اللي فيها مصدر ديت، هي سمعت من اوله لاخره، اللي هو يبقى بتاعت she مريم heard، سمعت. يبقى she heard the whole، يبقى she heard the whole song، يبقى هي سمعت الاغنية كلها. تمام؟ هديكي مثال غلط. يا حنين. ماشي. I heard you مثلا، أو بلاش heard. ماشي، لو قلت مثلا I watched أو I heard you talking and I heard you talk، الفرق بين الاثنين؟ I heard you talk، اللي هو أنا سمعتك وأنت بتتكلم. يبقى I heard you talk، سمعت الموقف كله ولا سمعت جزء من الموقف؟ لا، سمعت الموقف كله. بالظبط. طب لو I heard you talking،
لا ما سمعش الموقف كله، سمع حتة منه مثلا او كملش. تمام. صعب الكلام ده يا تسنيم؟ لا يا مستر تمام. طيب في أفعال بقى بيجي بعديها، خليكم معايا. في أفعال كان ده المفروض يتحفظ، يعني في أفعال بيجي بعديها a direct object. يعني إيه direct object؟ مفعول؟ آه بس مفعول مباشر. مفعول مباشر بالظبط كده. Some verbs are used with direct object. Followed by to plus infinitive، وبيجي بعديه to الفعل في المصدر. طب زي ايه بقى؟ يعني بص يا حنين كده، اسمعوا كده. I advised him to get a job as soon as possible. الصوت واصل عندكم؟ يعني وكده مستر تسنيم طلع تاني. I advised him to get a job as soon as possible. I advised him to get a job as soon as possible. ايوه سامعني كده؟ اه سامعين. تمام. لو انا قلت هنا، لو قلت هنا I advised him to get a job as soon as possible، انا نصحته ان هو يحصل على وظيفة بسرعة على قدر الامكان. ف advise هنا جاء بعدها يا حنين direct object وبعد كده to الفعل في المصدر، يبقى direct object وبعد كده يا حنين تو الفعل في المصدر. بالظبط، يبقى دايركت اوبجكت وبعد كده تو الفعل في الايه؟ في المصدر. I advise him to get a job. Did Mark did، اسمعوا كده، اسمعوا الجملة. تسنيم معانا؟ Did Martin ايوه معاك يا مس. play squash? اوكي. Did Martin teach Gary to play squash? الصوت واضح كده عندكم؟ اه الصوت واضح. طيب. في بعض الافعال يا تسنيم برضو بيجي بعدها مفعول وبعد كده تو الفعل في المصدر، فين الفعل هنا تسنيم؟ أول واحدة دي الفعل في الجملة هنا اللي هو teach، teach الفعل اللي هو ايه؟ teach تمام. جا بعدي جاري، جاري ده ايه تسنيم؟ Gary اللي هو الدايركت اوبجكت اللي هو المفعول، يبقى بعد المفروض teach المفعول اللي هو جاي، Gary وبعد كده تو ايه تسميه، تو مصدر وبعد كده تو الفعل في الايه، في المصدر. يبقى اذا في افعال بقى بيجي بعدها مفعول وبعد كده تو الفعل في المصدر. يعني لما نقول مثلا did the teacher teach you ING lesson، هو المدرس درس لكم درس الـ ING، يبقى teach you ING lesson. يبقى إذا هنا بدأنا أهو teach بعدها المفعول اللي هو you، وبعد كده الفعل في المصدر اللي هو أي فعل بقى. زي في الجملة دي كده did Martin teach Gary to play squash، يبقى teach مفعول اللي هو Gary وتو الفعل في المصدر اللي هو سكواش. يعني لما نقول لك مثلا، لما اقول لك did the teacher teach you، did the teacher teach، did the teacher ايه teach you to مثلا did the teacher teach you to write a good paragraph، هو المدرس شرح لكم تكتبوا باراجراف كويس، يبقى قلت teach you to write. teach you to ايه؟ To write. Right. تمام. number 3 they want me to go to Germany with them.
طيب وانت جاب بعديها ايه كده يا حنين؟ جه بعدها direct object اللي هو المفعول المباشر مي مي، وبعد كده يا تفهيم جه تو ومصدر تو جو بالضبط اللي هي تو جو. تو جو يبقى تو فعل في المصدر، تو جو. they want me to go to Germany with them. في كم فعل بيجي بعديهم بقى مفعول وتو الفعل في المصدر يا حنين؟ advise و ask و challenge choose و forbid ممتاز. و hate و help و instruct و intend و invite وهيت و like هل و love ولاي و لا need وميت و order و persuade و prefer و recommend مظبوط و remind كمان و request و بيرس teach و tell. اوردر كل ول دول بيجوا بعديهم مفعول وبعد كده طول فعل في المصدر. يعني مثلا لما اقول لك I invite you to go to the party تبقى invite you، you ادي المفعول، to go ادي طول فعل في المصدر. I need to، I need to drink، I need you to study hard. بلاش دي. I help my students. أنا بساعد طلابي. I help my students to understand the grammar. يبقى my students، يبقى my students ده المفعول. To study grammar، الجرامر يبقى كده هو الفعل في الإيه؟ في يبقى الأفعال اللي قدامكم دولت بيجوا بعديهم direct object يعني مفعول مباشر، وبعد كده تو الفعل ايه يا حنين؟ المصدر الفعل في المصدر. تو الفعل في الايه؟ في المصدر. المصدر صعب الكلام ده يا تسنيم؟ تسنيم طلعت تاني؟ ايوه بس سمعت بس سمعت سمعت هنا بس طب انت، طيب. طب انت فاهمه ولا ايه الحته دي؟ لا انا فاهماها كويس. ماشي. يبقى الفعل مفعول تو الفعل في الايه؟ في المصدر. طيب دلوقتي بقى هجيب لكم تمرين عليها نحلوه مع بعض، ولا انتوا تعبتم؟ لا ماشي عادي. ماشي لحظة واحدة. طيب دلوقتي هنبدأ بقى مع بعض. I enjoy online games. ايه رأيك كده يا حنين؟ نبقى نقول I enjoy، I enjoy، ها I مثلا enjoy ايه خلينا بقى؟ I enjoy playing بلاين online games ولا to play online games؟ بلاين لان انجوي بتاخد معاها الاي ان جي. بالظبط. يبقى I enjoy playing لأن enjoy بيجي بعديها ال ing. Number two تسنيم. My brother promised us to the airport. نمبر الفيرب فور promise بيجي بعديه طول الفعل في المصدر ولا ing يا تسنيم؟ بروميست بيجي بعدها تو فعل في المصدر يعني الثانية My brother promised. أبقى تو فعل. اوكي يبقى طبعا زي انت ما قلتي، يبقى my brother promised to take us to the airport to الفعل في المصدر. 3 حنين. if you feel ill avoid any hard exercise. doing تاخد اي ان جي يبقى if you feel ill avoid
طبعا هتبقى doing، لأن avoid بيجي بعدها ال verb plus ing. جي أوكي تسنيم، I would like a reservation please. يبقى I'd like إيه؟ او فين اسمين would like بيجي بعدها اي إيه؟ خبر لايك هي would اي like مش like. تاين تاين جي صح؟ ING لا لتوي طبعا مصدر هو الإجابة المصدر الخطأ، المفروض هو كان المصدر I would like to make a reservation please. أوكي حنين، I suggest the museum while you are in London. فيعني I suggest visiting I suggest طبعا طب لا هتكون ينجي visiting، لأن suggest بيجي بعدها ال verb plus ing. تسنيم، do you mind for me a few minutes؟ do you mind؟ ماين هتركزي على ال verb mind، بياخد ing ولا ما بياخدش؟ فهم ها؟ بياخد ال ING صح؟ أما ما بياخد ING هتبقى الأولى يبقى do you mind waiting، لأن mind بيجي بعد ال verb plus ing. next حنين، we can't afford on holiday this year. can't afford بيجي بعدها ايه؟ time can't afford can't afford ثواني يا سهلة مستر جدا، بيجي بعدها ايه؟ ثواني بيجي بعدها طول مصر بتبحث مش حافظة. تو جو صح؟ لحظة تسنيم، ها يا حنين، لا مش عارفة يبقى I we can't afford to go on holiday صح this تسمية year. شاطرة يا تسنيم، عارفها ولا انت ناقشتيها من الكتاب يا تسنيم؟ يا مستر هي فين أصلا في الكتاب؟ هي مش موجودة أصلا في الكتاب لا موجودة. شفت ظلمتني هي مكود أوفر لا مش مكود موجودة يقين بأوفر شبهها شوية صدقوني موجودة في الكتاب. طب طلع حاجة طيب من الكتاب أنا مش لاقيها أساسا في الكتاب يعني انت دورت كمان وما لقيتيش؟ أنا لسه عمالة بدور دلوقتي هي والله مش موجودة يا مستر صدقيني موجودة. مش موجودة لا والله مش موجودة والله موجود ما أوفر موجودة بتاع يقيم يقدم فين أوفر أوفر يقدم يقدم بتاعت أوفر صفحة كام مستر مش موجودة يا مستر ما مش موجود ماشي. طيب عموما ماشي. طب يعني ايه can't afford؟ نحن نتكلم يعني ايه can't afford؟ we can't afford on holiday this year. هي can't afford to do something معناها يعني انت لو قلت نو هنا that you can't afford to do something you mean that you shouldn't do it. يبقى حاجة you mean that you shouldn't do it because it will cause problems for you if you do. يعني انت حاجة لو عملتيها هتسبب we can't afford on holidays this year. ايه رأيكم معناها ايه بقى؟ مش عارف مين؟
هي افورد بمعنى يتحمل اصلا. اوكي يعني انا لما اقول مثلا I can't afford to do something معناها لا يمكنني ان ادفع كذا، لا يمكنني ان اتحمل كذا. يعني انت لما تقولي I can't afford it يعني لا استطيع تحملها. I can't afford to go on holiday this year، يبقى انا مش هقدر ان انا I can't afford to go معناها ان انا لا استطيع ان انا ايه مثلا اروح كذا. بس ازاي مش موجود عندكم؟ I look at it in لا Europe. مش موجود. طيب يبقى can't afford معناها لا أستطيع أن أتحمل، معناها إيه؟ حتى كلمة أفورد مش موجودة أصلا في